مكرمه لله. فجيت بتكلم هيبقى في جانب المصح، بس هيبقى في جانب ان انا بكرهه، فهل اكتم؟ هو طبعا هو يكره. قال الله تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. فالظالم من اهل الكتاب لا يجادل بالتي احسن، ولكن يشدد عليه وينكر. ومثل هذا يحتاج الى المقامين، اللي في دماغك ودماغي ده يحتاج الى المقامين، يحتاج لناس تطبطب وتلسوعه والناس تشد عليه، لابد من ده ومن ده. عسى ان ربنا جل يهديه، وندعو الله ان ربنا يهديه، لان لو هدي هذا الرجل وكتب له الهدايه كان هذا احب الينا. يعني احنا نحب هدايه الخلق حتى لو كان مبتدعا، نفسنا ربنا يهديه. ايه؟ ننصحه. لا لا، انا قصدي التحذير من تصرف باسمه. والله أنا بميل إلى مسألة إن التحذير بذكر اسمه بيجعله مصر على ما هو عليه، وبيشعر إنه صاحب بقى منهج ولابد يموت من أجله. لكن هو فيه أخلاق معينة. أنا أظن إن الرجل ده لو تعامل برقة معينة وخلق فاضل معين ممكن ينكسر لهذا الخلق. لكن نكرهه فبنعامله بالشده ديت بيتأصل عنده المفاهيم الفاسده، ان دولت ناس موتورين واخلاقياتهم فاسده، ودولت يعني متقفزين على العلم متسورين لاسواره، ولم ينالوا منه الا سوء الادب، والعلم الذي حصلوه اضرهم ولم يصلحهم. وتجد عنده في الجعبه بتاعته كثير، يعني كنانته يعني لن تنتهي نشابها. فأنا رأيي إن احنا كل ما عملنا الناس بالرفق وبالرحمة كل ما يكون ده أوفق وأفضل. يعني هل يجوز إن أنا أزيف حاجة؟ تي؟ لا أزيف حاجة. تي يعني تزيف إيه مثلا؟ يعني في أخ خلفي مش له عربية. لا غلط، ده شغل فعل الصبيان بقى. خربش عربيته ليه؟ ايه الكلام ده؟ ده معلش عفوا، يعني ده احنا انحدرنا قوي، انحدرنا قوي لو حصل الكلام ده. ده انحدار، انحدار في الدين وانحدار في الخلق والذوق. لا يعني يكون بينه وبين واحد خصومه، انا ما افسدوش ممتلكاته. بيني وبين راجل خصومه اروح اولع في الارض بتاعته واسيب بهايمه؟ ينفع؟ دي حاجة ودي حاجة تانية. أنا رأيي إن الأخ اللي عمل فيه كده يروح يعتذر له، يقول له والله أنا أخطأت في حقك وأنا عملت كذا بدون وجه حق لي، وأنا أستغفر الله وأستسمحك إن إحنا نروح لأي واحد بتاع عدوكو بحيث إن أنا إيه أصلح ما أفسد. كده يبقى أفضل. فيشوف اخلاقيات هو ما كانش يتصورها. لكن مين بقى اللي بيمسك حته مسمار وهو ماشي كده في العربيات يحط علاماته البارزه؟ ده الصبيان، العيال الصغيره. معظم عربيات المنصوره كلها مخربشه. العيال الصغيرين هم ماسكين في جيوبهم. وطول ما ماشيين عندهم عقد نفسيه. خد بالك قاعدين يخربشوا عربيات. وبعضهم يوم يهوي الكاوتشات بتاعت عربيات. نعمل لهم ايه؟ لكن يبقى اخ ملتحي او اخ كبير ويعمل كده، ده افعال الصبيان يعني.